السيد رئيس جماعة عيد الاستقلال الوحيد السيد عامل عمالة مكناس بقطع الشريط الرمزي إذانا بتقسيم وتهيئة ملحق الفطاطيف بملعب كرة القدم بمركز التكوين. أو كسيد رأي I'm going to go to the hospital.
السيد عامل عمالة مكناس، السيد رئيس جهة كاس مكناس، والسيد رئيس المجلس الإقليمي لمكناس، والسيد رئيس المجلس البلدي لمكناس، والسادة المستشارين والبرلمانيين. إلى جانب هذه الفتيات ستكون إنشاء كبيرة لجماعة مكناس والإباء والأنفة التي طبعت تحية للسيد رئيس النادي الرياضي المكناسي. بسم الله الرحمن الرحيم. كتصور ياك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم السيد عميل العمالة مكناس كي بمناسبة عيد الاستقلال وكذلك عيد المسيرة اللي هما واحد ذكرتين عزيزتين على المغاربة، مجموعة من الأنشطة كانت أنشطة يوم أمس. يوم كاينة أنشطة اللي فيها مجموعة ديال التدشينات، تدشين ديال هذا المعلم الرياضي اللي هو ملعب ليزيلوندير، اللي في إطار واحد الشراكة مع الجهة تم تهيئة ديالو والإصلاح ديالو. جوج ديال الرسائل المهمة اللي كنوجهها أنا كرئيس جماعة: أولا أنه هاد المعلمة هذه وهاد هاد هاد يعني هاد البنية التحتية الرياضة خصها تمشي الفرق المحلية، كاين مجموعة ديال الفرق بطبيعة الحال بالإضافة إلى النادي المكناسي، وكذلك أننا نشوفوا أحسن طريقة ديال التدبير ديال هذا الملعب باش من هنا عامين ثلاث سنين اللي رجعوا له لقاو في الحالة ديالو، يعني كيف تم التدشين ديالو والبناء ديالو باش ممكن أننا ندوزوا لمراحل أخرى، لأنه راه سهلة باش نديو معلمة رياضية. أهم شيء هو العنصر البشري اللي يسهر عليها، يعني المنتوج ديالها اللي يمشي النادي المكناسي يمشي المنتخب الوطني، وكذلك أهم شيء هو الديمومة ديال هذه البنية التحتية فيما يخص الصيانة وإلى غير ذلك. هذا اللي وفرته للمكناس هذا الملعب بهذا الشكل هذا، وتم يعني إعادة التأهيل ديالو. برافو برافو، تحسب لكم. في البداية عبد الواحد العنصري رئيس مجلس جهة فاس مكناس، في البداية بغيت نعبر على السرور ديالي كباقي المغاربة بالاحتفال بهذه المناسبة الغالية على كل المغاربة، مناسبة عيد الاستقلال، وكانت فرصة باش نعطيو الانطلاقة للعمل بهذا الفضاء الجيد الرياضي الجيد اللي كنعتبروه يساهم في البنية الرياضية في مدينة مكناس، واللي بغيت نسجل فيه باعتزاز أن الجهة جهة فاس مكناس ساهمت بتمويله كاملا. نعم. وانجزته عبر الوكاله ديال تنفيذ المشاريع اي لاريب، واليوم انتم كتشوفوه في واحد الحله جيده جدا اللي غتساهم بدون شك في الرفع من الاداء الرياضي خصوصا في كره القدم، سواء ديال الشباب او ديال الفريق المحلي او جميع الفرق ديال الاحياء
أو كذلك الفروق النسوية أو فروق الإناث أنها تساهم في الرفع من القدرات الرياضية ديال مدينة مكناس، وهي فرصة لأشكر جميع الشركاء وجميع الفاعلين والمرتبطين بهذا القطاع، طبعا دون أن أنسى الصحافة التي توصل المعلومة إلى المواطنات والمواطنين وسكنة مدينة مكناس. وبغيت نأكد خلال هذه المناسبة على أمرين. أما الأمر الأول فهو يرتبط بالحفاظ على الحلة اللي تسلم فيها اليوم في عيد الاستقلال هذا المقر، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال الحفاظ الصيانة، هذه الصيانة التي ينبغي أن تحال على جهات معينة للقيام بهذه الصيانة مستقبلا من أجل ضمان استمرارية الاستفادة في هذا المرفق. النقطة الثانية وهي أيضا أن تكون رافعة حقيقية وأن تكون مساهمة ويستفيد منها جميع الشابات والشباب ديال مدينة مكناس وبالخصوص الأحياء المجاورة لهذا الفضاء، وهي فرصة لأدعو الجميع إلى الانخراط في واحد الاتفاق تحدد فيه مسؤولية تدبير ديال هذا المرفق، كل واحد يدير فيه المهمة ديالو وفق المتفق عليه، ودار له واحد اللجينة ديال التتبع تنعقد مرة كل سنة أو مرتين في السنة، موضوع لا يمكن أن أسبق فيه الأمر، يجلسوا جميع الفاعلين ويتحاوروا ويتذكروا تحت إشراف السيد العامل هذه اللجينة ديال التتبع التي لا شك سير أسوأ السيد العامل تكون عندها واحد الدورات منتظمة مرتين في السنة لتقييم ولتجويد الأداء داخل هذا الفضاء. متمنياتي إن شاء الله بالرقي لجهتنا لوطننا وطبعا لمدينتنا وللرياضة المغربية التي نامل إن شاء الله وراء جلالة الملك حفظه الله أن تؤدي بلادنا الدور الذي هو مطلوب منا خاصة في الموضوع ديال المرتبط بتنظيم كأس العالم إن شاء الله 2030. اليوم تنعتبر بأن لبنة صغيرة اليوم توضع في التقدير لهذا المشروع الوطني الكبير تحت القيادة ديال سيدنا المنصور. ولن الرياضة هو واحد العمل أفقي لا يمكن أن نمركزه في مدينة أو في حي، هو واحد الفضاء اللي كيهم جميع الفضاء الوطني وإقليم مكناس. بغيت نأكد لكم بأننا في إطار هذه الرؤية المندمجة العامة رحنا مقبلون على إحداث واحد 12 ملعب ديال القرب بمختلف الجماعات ديال الإقليم اللي هي غتكون إحدى الروافد الأساسية للفروق المحلية ديال مدينة مكناس.